الجزء الثاني وده انا شايفه مهم يا عبد الناصر، في ولد اسمه خيرت السكي. هذا المجرم الارهابي كان ضابط في العمليات وقتل الشهيد المنسي. ونيابة حققت واتعملت مسلسلات وافلام، وتبين لي ان هذا الارهابي المجرم انضم شرطة. قلنا يا جماعة في كل مهنة هتلاقي ده وهتلاقي ده. تبين لي ان هذا المجرم القاتل ابوه كان نائب مدير امن النادي اللي هو سامي السكي. اللي هو شرطة. يبقى هو اللي ردع لابنه الارهابي كيف يكون ارهابي. هو اللي دخله كلية الشرطة. فطردته من النادي. جابوا هيقول لك ايه؟ جابوا الشهيد بعمل له عضويه مجانيه. ابو الارهابي بره النادي. حسين لبيب والزلاديل اللي معاه رجعوا سامي السبكي وكرموه مدير امن النادي، نادي الوطنيه والكرامه. فاللي زعلانين بيقولوا لك اسماعيل هنيه اللي قتل المنسي، لا، اللي قتل المنسي ابوه شغال مدير امن النادي دلوقتي. خيرت السوكي مش مصدقيني؟ اسألوا المتحدة، فهي اللي عملت المسلسل، واخد بالك؟ وجابته بالاسم. عشان اسمه طارق لام مكانه، وجابته بالاسم. اكرمه واجيبه مدير امن النادي، تقول لي طب مش عارفك مدير امن النادي، ابعت لك عضوه اتضربت يومها وعوروها، واخد وسام السوكي هددها، قال لها بقول لك انا لواء وكنت مدير امن مش عارف، عمره ما كان شغال مدير امن، حتى يعني مدير امن رسمي يعني، جابينه في النادي. تمام. هل يليق بابن الارهاب بابو الارهابي يبقى مدير امن نادي الوطنيه والكرامه؟ يليق، لان حسين لبيب والعيال اللي معاه كلهم لما دخلوا اول يوم دخلوا معاهم العيال بتوع رابعه رافعين علامه رابعه، ولو مش عندك ابعتها لي. محدش بيحاسب حد، وزي ما هتزيع ده زيع ده.